بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قال ابن كثير رحمه الله: وقوله أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله الآية، أي أفأمن هؤلاء المشركون بالله أن يأتيهم أمر يغشاهم، غاشية أمر يغشاهم يغطيهم يحيط بهم، أمر يغشاهم من حيث لا يشعرون، كقوله تعالى: أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون ويأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. وقوله: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. قوله: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين، يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم إلى الثقلين الجن والإنس آمرا له أن يخبر الناس أن هذه سبيله، أي طريقته ومسلكه وسنته، وهي الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يدعو إلى الله بها على بصيرة من ذلك ويقين وبرهان، هو وكل من اتبعه يدعو إلى ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم على بصيرة ويقين وبرهان عقلي وشرعي. وقوله: سبحان الله، أي وأنزه الله وأجله وأعظمه وأقدسه عن أن يكون له شريك أو نظير أو عديل أو نديد أو ولد أو والد أو صاحبة أو وزير أو مشير، تبارك وتقدس وتنزه وتعالى عن ذلك كله علوا كبيرا، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. قوله تعالى: أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله، فيها التحذير من الأمن من مكر الله، ينكر تعالى على من أمن مكره وعذابه مع تلبسه بما يستوجبه من الكفر والمعاصي، فقال: أفأمنوا أن تأتيهم غاشية، أي أمر يغشاهم من عذاب الله، أو تأتيهم الساعة أي القيامة، فبغتة أي فجأة وهم لا يشعرون. ولأن الموت يفضي بالعبد إلى الآخرة وما فيها، وشعوره ببقائه في القبر إذا قام من القيامة كأنها ساعة، ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، يعني احنا دائما الناس بتستبعد الآخرة، هو بينك وبين الآخرة الموت. ليه؟ لأن الفترة اللي تقضى في القبر الشعور بيها بعد القيام منها كأنها يوم أو بعض يوم،
وبالتالي فالموت يفضي إلى الآخرة أسرع مما يتصور الناس. لأجل هذا سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الموت ساعة الإنسان، فقال لمن سأله عن وقت قيام الساعة قال إن يعش هذا الغلام لم يدركه الهرم قامت عليكم ساعتكم، إنما أراد انخرام ذلك القرن أي موت ذلك الجيل. قد تكرر في القرآن والسنة التحذير من الأمن من مكر الله، قال تعالى أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. في حديث ابن مسعود من الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله. حسن، الأمن من مكر الله وعقابه والقنوط من رحمته، والأمن من مكر الله وعقابه يلزم منه زوال الخوف من القلب، ولو زال بالكلية لزال الإيمان بالكلية لقوله تعالى وخافوني إن كنتم مؤمنين، ولو نقص نقص الإيمان. ولو تأمل العاقل حقيقة حياته وموته وأنه في الأرض أو في السماء لا يملك شيئا لنفسه ولا يملك شيئا من الكون حوله في نومه ويقظته، وأن الموت يأتيه بغير اختيار منه، أيقن أنه لا يأمن مكر الله وعذابه إلا خاسر مغبون مغرور جاهل. نعوذ بالله أن نأمن مكره، ونسأله عز وجل أن يؤمننا من عقابه وعذابه بفضله ورحمته. قولوا قولي هذا واستغفر الله.